هذه قرية باك، أفضل الأسرار الدفينة في هذا الجانب من من أي مكان. بالطبع تبدو عادية المظهر، لكن كومة الصخور المبللة هذه تحوي مفاجآت. الحياة هنا رائعة، فقط لا تناسب ضعاف القلوب. فبينما يستمتع معظم الناس بهوايات كالنحت أو التطريز، فنحن في بيرك هنا نفضل شيئا بسيطا نطلق عليه سباق التنانين. تفضلي يا حلوة، أنت اليوم حقا رائع شكله. هيا يا شبكة، فالرائحة هنا لم تعد تطاق. لازالت تكرهك. لنشعل السباق يا جشاء. يا الروعة. الخروف التاسع للتوأم، أستند بعدهما بثلاثة. زعنف ومخاجل فرصيدهما صفر. أما حزوقة لا أثر له. بالطبع أخفته بكلامك الثقيل يا رزين. ماذا تفعل يا مخجل؟ هكذا سيفوزان. إنها أميرتي، كل ما تريده تناله. خجل شكا، أنسيت أنها حاولت دفنك حيا؟ فقط لساعات معدودة. كانت التنانين مشكلة بالفعل بالنسبة لنا، لكن هذا منذ 5 سنوات. الآن أصبحوا يعيشون معنا. في الحقيقة لما لا يفعلون؟ لدينا اسطبلات عصرية، سلسلة مطاعم كل شيء يؤكل، ومركز للعناية بالتنانين، بالإضافة لأعلى درجات الوقاية من الحرائق في تقدير الشخصي. انتهى الوقت يا جوبر. معك حق، آخر جولة. الخروف الأسود، هيا يا زومبا، لدينا فرصة للفوز. هيا يا شبكة، تقدم. هيا يا بطاطا. هيا هيا. محطتك المرتقبة، رحلة سعيدة. تفضلي يا غاليتي، ما مني يساوي 10. أجل، الخروف الأسود. هل تتنافسان على خشن الشكل؟ لقد فزت بجدارة. الفوز لنا معا. لا أحد يستطيع إيقافي. فيما عداي لا ننفصل يا عبقرية. كفى محاولة سرقة النصر مني. هيا يا أستاذ، الانتصار لي. أنت دائما تفسد كل شيء. لا شرف، لا انتصار. هذا لي. مهارة رائعة. تلك هي من ستصبح زوجة ابني. معذرة. سوف فازت أستريد بالمباراة. أجل، قرية بير قرية مثالية، جنت ثمار كل مجهود الشعب، وهذا أضاف لنا الكثير. فبوجود البايكنج على ظهور التنانين أصبح العالم أوسع بكثير.